هدى، استاذه هدى. ايوه ياسمين، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. ايوه حبيبتي، بصي هي بتتكلم على المفتاح بتاع الشقه وانتوا بتتكلموا على الموضوع دوت. ايوه. انا ابني ده باباه كان سايبه وهو في سنه 5 ابتدائي. انا ربيته وكان معاه اخواته، بس انا مش عايزه اطول عليكي، ما تقطعوش عليا الخط. بس لا، ما حدش بيقطع هنا، انا ما عنديش قطع في برنامجي. الدكتوره سعاد كلامها بيعجبني وكل حاجه، انا بكلمك على الحوار بالظبط. انا ابني كان سايب لي، انا اللي اشتريت له الشقه، يعني هو بفلوسه، هو ابن اخويا صفره وانا اشتريت له الشقه، وكنت واقفه مع العمال وانا اللي بعمل كل حاجه. اول اتجوز خطبنا له واحده، يعني اسره من هي من الشرقيه. دي عملت فيا بقى عمايل مش قادره اقول لك يا ياسمين. اول حاجه خلت الواد ولا بقى يكلم اخته ولا يكلم اخوه، ده انا بجيب لك الكلام من فوق الوش. مهم جدا ده. قالت لي انا رحت واحد شاف كف كده، قال لي لو عايزاه ما يعرفش الا انت هخليه. وفعلا خليته ما عرفناش خالص، كان بيبوس رجلي. دلوقتي ما بيقولش ازيك يا امه. انا اترملت وانا عندي 39 سنه على ثلاث جدعان، ثلاث بنتين وبنت وولدين. ان راح ابوها غير عليا الباب الاول من بره، غير الكلون، غير الكلوم. ابني اتصل بي قال لي روح يا ماما عشان العداد، في حد جاي للعداد يشوف شوفي ايه اللي حصل. بتفتحي مفتاح؟ عرف ان انا راح البيت وداني وودوني مفتاح الشقه، راح مغير كوالين الاوض ولا بيكلم اخته ولا كوالين اوض الشقه من جوه، يعني قفلها وغيرها كوالين الاوض من الشقه. وانت هتسرقي بيتك ولا هتاخدي حاجه من فلوس ابنك؟ اقسم بالله ما بكذب عليك يا ياسمين، ده هم قاعدين بره، كنت بروح انضف الشقه وامسحها واكنسها. ابوها جه من عين شمس، هم من الشرقيه اصلا. ابوها جه من عين شمس غير الكوالين كلها. يوم ما كنا خاطبينها كان بيقول لي انت فوق راسنا. يعني جوزي كان سايب واحد ثالثه اعدادي وواحده في ثالثه ثانوي ومحمد ده في سنه ثالثه. هو بيكلمك دلوقتي يا استاذه هدى؟ لا ما بيكلمنيش ولا حتى بيقول لي ازيك انت فين؟ وبقاله كام سنه متجوز؟ هي بقى راح الشيخ قال لها كده لو عايزه ما تعرفيه مش هخليه يعرفهم خالص، يعرف اهله دول خالص. وراحت بقى قافله علينا، واحنا قلنا بقى الكلام ده زي ما الدكتوره سعاد بتقول الحما والحما، ده الحما دي كنت بروح اطمس لها الشقه ومسحها لها يا ياسمين. اقسم بالله ما بكذب عليك يا بنتي. مصدقاك يا مدام هدى. ده بقاله كام سنه متجوز ابنك؟ بصي بقى لها خمس سنين ما خلفتش، كنت انا اللي بجري وراها، بروح وراها هنا وهنا. وبقول لها انت زي بنتي، وقلت يمكن ربنا عوض صبري خير فيها. اروح امسح الشقه واروح اجيب لها الحاجه من السوق وكل ده. قالت له بص ابنك ما يحكيش ولا كلمه لاي حد. بقى له خمس سنين يا ياسمين. بصي مدام هدى، ابوها يجي يغير عليا الكوالين بتاع باب شقه ابني اللي انا كنت بشيل طوب من تحت اطلعه فوق، عشان الدكتوره ساعات تسمعني كويس. انا كنت بروح اشيل طوب من تحت للصنايعيه من اول دور اطلعه ثالث دور في الشقه جديده عشان ابني، عشان شقه ابني. وفي الاخر جه ابوها من هم من الشرقيه، جه ابوها غير عليا كوالين الاوض والشقه وكله. وابني بيقول لك انتوا اللي عملتوا كده، لان هي عامله له اعمال. طيب بص، والدكتوره سعاد بس نفسي تقول ان في ست، مش كل الست الحمارات وحشين. وهي قالت كده، هي قالت مش كل، قالت مش كل طبعا، مش كل. انا دلوقتي ولاد ابني بيقول لي ابني الكبير انا اللي بخدمه وبجمع ولادي معايا، مش كل. مدام هدى، لك عند الله، وابنك ده بيسمى اكيد في الدين اللي ربنا قال لنا عليه وديننا الاسلامي انه ابن عاقل، عاصي وعاق طبعاً. لك عند الله، استني وشوفي لما يجي لك تاني تحت رجليكي. دين تو دين بالظبط كده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وما تزعليش وما تتضايقيش. ما فيش حاجه اسمها الشيخ بيقرا الكف، بس عشان في جمله عدت كده ما بحبش الحاجات تعدي. مش حاجه اسمها ده كلام تاني، انتوا فاهمينه. شيخ ده خليه بقى يقرا لابنك الكف. وبعدين في الاخر هو هياخد كف يعني. استاذه ياسمين.